ونحييكم من جديد. في إطار الصراع التجاري والاقتصادي والسياسي المتصاعد بين الولايات المتحدة والصين، تسعى الإدارة الأمريكية على ما يبدو إلى اتخاذ خطوات جديدة تمنع أصحاب الخبرات والاختصاصيين الأمريكيين من مساعدة بكين في تطوير عدد من قطاعاتها، لا سيما العسكرية والتكنولوجية. فقد كشف مصدر حكومي كبير أن البيت الأبيض سيقدم تفاصيل خطة لحظر بعض الاستثمارات الأمريكية في التكنولوجيا الحساسة في الصين، وسيطلب إخطار الحكومة بالاستثمارات الأخرى. وتهدف تلك الخطة إلى منع رأس المال والخبرات الأمريكية من المساعدة في تطوير تقنيات يمكن أن تدعم تحديث القطاع العسكري الصيني وتهدد بالتالي الأمن القومي للولايات المتحدة. نناقش هذا الموضوع مع ضيوفنا من واشنطن الدكتور إحسان الخطيب أستاذ العلوم السياسية، أهلا بك، ومن بكين الصحفي تشاو تشي جون، أهلا بكم ضيوفي الكرام. سيد إحسان، هل يمكن الحديث عن قرارات أمريكية لإضعاف الصين؟ وسؤال مطروح، لماذا في هذه المرحلة بالتحديد تكنولوجيا نتحدث؟ تحياتي أولا. يعني علاقة أمريكا بالصين علاقة طويلة، بدأت أمريكا العلاقة بنوايا حسنة، كان هناك تفاؤل ونظرة حالمة أن تنمو الصين وتصبح قوة عظيمة وتصبح شريكة في العالم وتكون دولة طبيعية وتكون شريكة في مع أمريكا، لأنها دولة كبيرة، دولة مهمة، يعني عددا كبيرة، جغرافيا كبيرة، ويعني تعد دولة عظيمة. فالأمريكان ما عندهم مشكلة بالصين، العالم يحكمه الغرب ويقود هذا الغرب أمريكا. ونمو الصين إلى ما هي اليوم هو نتيجة أن الغرب ساعدهم، يعني الغرب، المال، التكنولوجيا الغربية هي التي ساهمت في نمو الصين. ويعني تقليديا نابليون قال عن الصين أن الصين هي مارد نائم دعوه ينام، لأنه إذا استفاق سيهز العالم، وهذا صحيح، لأن هي قوة عظمى، هي تعد أنه هي يعني لها الحق أن تكون قوة عالمية، وهذا ليس مشكلة. الحركات دكتور إحسان، وبهذه الخطوات أو بهذه الإجراءات، أنت تقول بأن الصين مارد نائم لا يجب إيقاظه، هل بهذه الخطوات يمكن لواشنطن أن تمنع إيقاظ الصين؟ لا، تأخر إيقاظ الصين. الغرب كان متفائلا، كان يعني عنده نظرة حالمة إلى الصين رومانسية، لأنه بتعرف يعني في الشعب الأمريكي لفترة طويلة، يعني الطعام الأجنبي رقم واحد في أمريكا هو الطعام الصيني، كما في بريطانيا مثلا الطعام الأول هو الطعام الهندي، والأمريكان عندهم انطباع جيد للصين لفترة طويلة، بيحبوا الصين، وكان الصين عندها سياسة الباندا، بيبعتوا الحيوان الباندا أنه كبير وضخم ولكنه مسالم. ولكن اليوم الوعي في الغرب، حتى يعني كل دول غربية، أن الصين قوة صاعدة وقوة عندها أجندة توسعية عدوانية، ليس فقط لتايوان بل أيضا للدول المجاورة. يعني هي دولة الصين عندها مشكلة مع 17 دولة مجاورة، عندها مشكلة مع الهند، عندها مشكلة مع فيتنام، عندها مشكلة مع يعني مع كل جيرانها تقريبا. يعني فهي المشكلة ليست مشكلة أمريكا، المشكلة هي الصين تحديدا وطموحها بالهيمنة. خليني أنقل هذه النقطة لضيفي من بكين سيد تشاو. ضيف يقول لك المشكلة ليست في أمريكا، ليست في الغرب، العكس، الغرب هو الذي مكن الصين من تطوير نفسها، ولكن المشكلة في الصين، عدواتها كبيرة وبالتالي يجب تحجيم حركتها على الأقل. أهلا ومرحبا بكم. أعتقد أن في الواقع أمريكا تقف وراء كل المشكلة ضد الصين، ويعني إذا أعلنت واشنطن عن هذه الخطة الجديدة المحتملة لحظر بعض الاستثمارات الأمريكية في مجال التكنولوجيا ضد الصين، فمن الواضح أنه سيكون لها يعني تأثير كبير على العلاقات التجارية والسياسية بين البلدين. فإذا فقط بالنسبة لبكين، إذا فقط الصين إمدادات رقائق والاستثمارات والخبرات، فستتأثر العديد من سيد تشاو، طالما حضرتك تتحدث عن الرقائق أو الرقاقات، خلينا نذكر بما اتخذته الولايات المتحدة الأمريكية من خطوات حتى نفصل كذلك ما الإجراء الذي اتخذته حتى نفهم
نفهم. منذ أشهر عدة مشاهدين تسعى واشنطن إلى تقييد بعض صادرات تكنولوجيا إلى الصين، ومن ضمنها على سبيل المثال الرقاقات، في إطار التنافس الاقتصادي والتقني والسياسي الحاصل بين أقوى قوتين اقتصاديتين في العالم، فيما ترد بكين بدورها عبر منع تصدير مواد ضرورية للصناعة إلى الشركات والمصنعين الأمريكيين. سيد تشاو، نحن لسنا أمام إجراءات من جانب واحد، إجراءات أمريكية تجاه الصين لحرمانها مثلا من إمكانية تصنيع الرقاقات، كذلك الصين كان لها دور في منع تصدير مواد ضرورية للصناعة، فنحن أمام حرب اقتصادية صناعية تكنولوجية بين البلدين. ولكن قلت منذ قليل سيد تشاو بأنه هذا الموضوع سيؤثر على العلاقات الدبلوماسية، كيف؟ يعني أعتقد أن خلال زيارة وزيرة الخزانات الأمريكية جانيت يالن إلى الصين، أعلنت عن بلادها لن تسعى إلى انفصال إلى فصل تام في مجال اقتصادي مع الصين، فإنها ستواصل السعي إلى تعزيز التعاون الاقتصادي مع الصين. ولكن يمكننا أن نرى أن الإجراءات التي اتخذتها إدارة بايدن ليست على هذا النحو، فهو لا يزال ينفذ سياسات احتواء الصين، ويأمل أن تنضم إليها اليابان وكوريا الجنوبية ودول غربية أخرى إلى فريق الولايات المتحدة. وأعتقد أن التأثير الأكبر لهذه السياسة لإدارة بايدن ليست على المستوى الاقتصادي، بل على الثقة السياسية المتبادلة بين الصين والولايات المتحدة. وقد على فكرة سيد شاو، على فكرة بايدن يعتبر بأن هذا الموضوع هو موضوع أمن قومي، وهنا سأنقل لك هذا السؤال دكتور أحسان، بما أنه موضوع أمن قومي كيف كذلك ستتعامل معه أمريكا؟ نذكر بتصريح بايدن في أكتوبر من العام الماضي، كان اعتبر الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال افتتاحه مصنعا بولاية أوهايو أن تصنيع المكونات الإلكترونية هي مسألة أمن قومي، لا سيما في مواجهة الطموحات الصينية. وقال في إشارة إلى الصين إنها تبني جيشها، ولذلك أوضحت أنني لست مستبعدا للتجارة بمواد معينة مع الصين، مستعدا عفوا. دكتور إحسان، ربط بايدن بين الأمن القومي وإنتاج الصين أو تطويرها للتكنولوجيا المرتبطة كذلك بجيشها، في أي إطار من المخاوف تعيش أمريكا في هذه الأثناء حتى اتخذت هكذا إجراءات كذلك من جهتها؟ نعم، يعني المراقب، يعني هناك يعني نظرة موضوعية إلى هذا الأمر. يعني لماذا تبني الصين قواتها العسكرية بهذا الشكل؟ هل تحارب فيتنام مثلا أو الفلبين أو الهند؟ يعني الصين تبني قواتها لتصبح قوة عالمية ولتواجه أمريكا، يعني هذا واضح، وإلا هي ليست بحاجة إلى هذه القوة لمواجهة فيتنام، إذا ليست بحاجة إلى هذه القوة لمواجهة تايوان. ولكن لماذا تواجه أمريكا دكتور أحسان؟ يعني فيما يضر أن تهتم دولة ما بقدراتها العسكرية بأن تطورها؟ نحن لا نعلم الحسابات القادمة، أنت ترى معنا بأن التطورات غريبة ومتسارعة، فما الضرر بأن تفكر الصين هكذا؟ كل دولة تبني قوتها العسكرية وفي حسابها من هو العدو المحتمل، فهي مثلا دولة مثل غانا مثلا ما بتحضر قوتها لتحارب أمريكا مثلا، عرفت؟ يعني تحضير القوة هو من هو العدو، فالصين تحضر قوتها العسكرية على أساس أن أمريكا هي العدو. لأنه والمشكلة وين؟ كيسنجر ذهب إلى الصين، لماذا ذهب؟ قال لهم يعني هكذا اتفقنا بموضوع تايوان، يعني أمريكا لم تغير سياستها بالنسبة لتايوان. نعم، قالوا هناك الصين واحدة ولكن لا استيلاء على تايوان بالقوة، إذا أرادت تايوان أن تتحد مع الصين أهلا وسهلا، ما في مشكلة، ولكن لن تأخذوا هذه الدولة، هذا الكيان بالقوة. لأنه ليست فقط موضوع تايوان، موضوع دول أخرى في مشاكل حدودية مع دول أخرى. يعني مثلا تصوري بين أمريكا وفيتنام مصنع الحداد، يعني إلى الآن هناك من يكره فيتنام بأمريكا، ولكن علاقة ممتازة بين أمريكا وفيتنام اليوم. لماذا فيتنام تتقرب من أمريكا؟ بسبب الصين، يعني فيتنام تعتقد الصين تهديد لها. وهذا ليس يعني موضوع نظري، يعني موضوع، والأمريكا تنظر إلى الموضوع لماذا نعطي مالنا وتكنولوجيا
وتقنياتنا لتطور التكنولوجيا وبالتالي تطور جيشها وتطور قدراتها العسكرية. سيد تشاو، هل فعلا الصين تفكر بهذا المنطق؟ هي تطور التكنولوجيا، تطور قدراتها العسكرية لمواجهة أمريكا، تضع في حسبانها أمريكا؟ لا أعتقد ذلك. تدعي إدارة بايدن عن الإجراءات التي اتخذتها لتقييد التداول التكنولوجيا للصين تهدف إلى حماية الأمن القومي للولايات المتحدة، ولكنها في الواقع للدفاع عن هيمنة الولايات المتحدة في مجال العلوم والتكنولوجيا وكما في مجال السياسية الدولية أيضا. وهذه الخطة تنتهك يعني بالنسبة لبكين تنتهك مبدأ المنافسة العادلة وتنتهك القواعد الاقتصادية والتجارية الدولية، ولن يعني تلحق الضرر بالحقوق المصالح المشروعة للشركات الصينية فحسب، بل ستؤثر أيضا على مصالح الشركات الأمريكية، وتعيق هذه خطة يعني التبادلات علمية وتكنولوجيا الدولية والتعاون الاقتصادي والتجاري، وسيكون لها يعني ستكون هناك تأثيرات وانعكاسات على مثل هكذا إجراءات. وضحت فكرة حضرتك وشكرك جزيل الشكر على المشاركة معنا. تشاو تشي جون من بكين، شكرا لك، وشكر كذلك لضيفي من واشنطن دكتور حسين الخطيب أستاذ العلوم السياسية، شكرا لكما. لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير الإخبارية، لا تنسوا الاشتراك في قناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.